فنان جميل ايمن عزب، بنرحب بيك النهارده وعايزين تكلمنا عن مشاركتك في المبادره اللي عاملاها اكاديميه الفنون النهارده. اهلا بحضرتك. الاول انا بشارك في المبادره دي لان انا شفت المكان ده من سنتين، شفت الجهد اللي اتبذل من الدكتور اشرف زكي برعايه الدكتوره ايناس عبد الدايم، وشفت المكان ده كان عامل ازاي واصبح عامل ازاي. فمش ممكن الدوله بكل مؤسساتها بتتحرك في انها تطور وتنظف وتجمل واحنا بايدينا نشارك في تقبيح ده او افساد ده. يعني زي ما حصل في الترع اللي اتبطنت عشان نحافظ على المية وعشان المنظر يبقى كويس وعشان يبقى عندنا مية والناس ترمي فيها زبالة، النهاردة مش ممكن يبقى المنظر اللي احنا شايفينه لو الكاميرا راحت كده وشافت ملاعب ومباني وأماكن تعليمية بتخرج قيم جميلة، بتخرج حق وخير وجمال. الفن ده بيعمل كده واحنا نيجي نلوث ده. طب انت شايف منظر حلو، ليه بتفسد المكان ده على نفسك؟ ده مكانك، ده بيتك، ده الشارع بتاعك، ده مكانك، ده الأكاديمية دي بتاعتك، ابنك أو بنتك قد يكون طالب فيها أو هيبقى طالب فيها. فإحنا علينا إن إحنا نمد إيدينا ونساعد بلدنا إن هي ترقى. البلد بتتطور ورايحة لحتة مختلفة الحقيقة. يعني احنا ماشيين مع سياسه الدوله في القضاء على اي حاجه عشوائيه في الدوله. الدوله ماشيه يا اخوانا، احنا كنا بنمشي على الدائري وبنمشي في اماكن بنشوف حاجات قبيحه ولم نكن نتصور ان هيجي يوم يعني حاجه هتتصلح. يعني كنا خلاص هو ده الامر الواقع اللي احنا فيه وهنعيش ونموت فيه. احنا شفنا ده بيتغير وبيتغير بايقاع لم يكن يتم تصوره. يعني انت عندك في المعادي في شارع الجزائر، انا عارف ده كويس قوي لان شفت امبارح التقرير اللي جه في التلفزيون ومعالي وزير النقل هو بيتكلم. انا عارف الشارع ده وكنت ساكن فيه، كان فيه محاجر عشوائيه واماكن عشوائيه اتشالت الجمعه، السبت بيتحط كوبري عشان يعمل محور يطور المنطقه دي واتعمل لهم وتوجد لهم اماكن يشتغلوا فيها على فكره كمان. يعني قصدي اقول لك الدوله ماشيه في كل الاتجاهات. اجري بقى انت وساعد، اجري لو انت عمال تقول انا متخلف كده، دول متخلفه، دول ناميه، دولتك بتقوم بيك ورايحه بيك لحته كويس، ساعد، اجري اعمل في المكان اللي انت فيه. لو كل واحد عمل حاجه في يا سيدي، ما بقولكش شيل ونظف، بقولك ما ترميش زباله، عندك مكان حط فيه بس. يعني ده ابسط حاجه تعملها، رايح تعمل شغلك اعمله باخلاص، اعمله بامانه، عندك ميعاد هتروح تشتغل فيه من 8 ل 5 مثلا او ل 4 او ل 3، اعمل شغلك بجد، اعرف ان ربنا شايفك طول الوقت وانه في ناس انت بتاخرها والدوله رايحه بيك لحته قدام، اجري مع ده. الاعمال اللي في رمضان اللي فات يعني حازت على اعجابك وشفت ان هي لا كنت يعني حريص انك تكون متابع ليها؟ بص انا في عملين وطنيين بالنسبه لي كانوا يعني الاختيار وهجمه مرتده، عندي اعمال دراميه تانية شفتها كانت عجباني، يعني عندي اعمال اقدر اذكرها لك حلوه، لكن انا تحديدا الاختيار كان بالنسبه لي وهجمه مرتده لانهم بيرصدوا فترة عصيبة حصلت لنا في تاريخ مصر وربنا نجانا منها الحمد لله بفضل الجيش بفضل ربنا الأول وبعدين الجيش والشرطة.